بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب الحادي عشر من الكتاب السابع، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كفن النبي. ومعلوم أن بعد تغسيل الميت يتم التكفين، وإحنا بالأمس انتهينا من التغسيل، اليوم نكفن ثم نشيع الجنازة، إن شاء الله ندفن بكرة. يبقى النهاردة هنتكلم على التكفين وتشيع الجنازة، ولسه برضه هنصلي عليه. ليه حقوق؟ أصل الميت ده حقوقه، عندنا أربع حقوق للميت. أول ما يموت نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه، أربع حقوق. باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدي الأول بأشرف الأكفان. يبقى من الكلام على كفن الميت نبدأ بإيه؟ بأشرف الأكفان، وهو كفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متعلق بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام ابن ماجة في سنن الحديث 36 بعد 500 والألف، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقيل لعائشة: إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفن في حبرة. فقالت عائشة: قد جاءوا ببرد حبرة فلم يكفنوا. يبقى سيدتنا عائشة بتخبر عن كفن النبي أنه كان 3 أثواب بيض، يبقى اللون أبيض، يبقى يستحب في الكفن البياض. يمانية، وفي روايات سحولية، لأن السحول مدينة في اليمن بيصنع فيها هذه الثياب القطنية البيضاء، فيقول لك إيه 3 أثواب سحولية أو يمانية. يمانية نسبة لليمن، مدينة الصنع يعني، بلد الصنع، وسحولية مدينة الصنع نفسها، وهي مدينة تبع اليمن. ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ما كانش في القميص اللي هو الجزء اللي هو بيغطي الجزء العلوي من الجسد بعد الإزار، ده يسموه القميص. والعمامة اللي هي يلتف بها الرأس، كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بغير قميص ولا عمامة. الإمام مالك فهم إن هي يعني 3 أثواب من غير القميص والعمامة، غير القميص والعمامة يعني كأن فيها قميص وعمامة، بس دي 3 أثواب دول غيرهم. وسيدنا عثمان بن عفان كفن في 5 أثواب، 3 أثواب وقميص وعمامة. سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر كفنوا في 3 أثواب فقط بغير قميص ولا عمامة، والشافعية فهموا إن ما كانش فيهم قميص ولا عمامة، مش معدودين في دول، لا هم ما كانوش موجودين أصلا، لم يستعملوا أصلا، واضح. لكن المالكية ومن فهم من بعض الفقهاء إن يعني إيه، كأن دول 3 أثواب معدودة غير القميص والعمامة، وكأن القميص والعمامة كان زائد يعني، واضح. وتبقى الأثواب كانت مستوعبة الجسد، والقميص والعمامة جزء من الجسد. فالأثواب بيتكلم على، أنا بفهمك إزاي إن الفقهاء يبقى النص واحد، وده يفهمه بطريقة وده يفهمه بطريقة، ويبقى اللفظ محتمل. فهمت بقى المسألة؟
انما اللي يجي لك يقول لك لا انا هاخد من النص مباشره، هتاخده على ايه فهم؟ لابد هتاخد مذهب. تحاول تهرب من المذهب هتقع في المذهب. ليه؟ لانه هيحتمل المعنى ده او المعنى ده. فاذا ذهبت الى احدهما هتبقى يا شافعي يا مالكي. يعني مش هتعرف تهرب. لان الاحتمالات العقليه في فهم النصوص خلاص تمت. ما حدش هيعرف يجيب لنا فهم جديد، كل الاحتمالات العقليه لفهم النص موجوده. فما حدش هيعرف يطلع لنا بفهم جديد ويبقى اسمه مفكر. فالمفكر ده اصلا ده بني ادم خرج عن اجماع المسلمين، لانه عايز يفكر لوحده. ما ينفعش، لازم تفكر بالاصول والقواعد اللغويه والضوابط الشرعيه مع مراعاه علم اللغه وفهم اللغه والحقيقه والمجاز والاشتراك وغير ذلك. وبعد كده اقعد فكر، لما تفكر بهذه القواعد هتلاقي نفسك مش هيخرج احتمال فكرك عن مذهب معتبر. واضح؟ انما اللي هيخرج من هذه الضوابط هيجيب لنا دين جديد ما نعرفوش ولا سمعنا عنه قبل كده. فقيل لعائشه: انهم كانوا يزعمون انه قد كان كفن في حبره، والحبره دي عباره عن ثوب من قطن او كتان يصنع في اليمن برضه. بس يكون فخم شوية، حاجة الحبرة دي بتبقى حاجة يعني نوع غالي شوية. فيبدو ان هم ارسلوا يجيبوا كفن للنبي، فوصلت ثلاث اسواب سحولية بيد فكفنوه. على ما خلصوا الكفن جت الحبر، فقالوا خلاص. واضح؟ فبعض الناس لما شافوا الحبرة دخلت افتكروا ان النبي كفن فيه، فحصل طلعت اشاعة بقى. ناس قالوا اه ده كفنا في حبره، كفنا في حبره، كفنا في حبره، لانهم شافوا حبره دخل. لكن اللي حضروا الواقعه قالوا لا، ده الحبره لما وصلت كانوا كفنوه في ثلاث اسواب فلم يحتاجوه. واضح؟ وكلام الناس كتير. كانوا يزعمون انه قد كان كفنا في حبره، فقالت عائشه: قد جاءوا ببرد حبره فلم يكفنوا. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: قال هذا ما سمعت من أبي معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياط بيض سحولية. سحولية نسبة لإيه؟ ليمنية برضو، هي مدينة سحول في اليمن. ورياط يعني بلغة المصريين ملاية، اللي هي أثواب هناك، يبقى هي نفس المعنى. لما يقول ثلاث رياط يعني ثلاث ملاءات، يعني ثلاثة أثواب. احنا نشوف نقول عليها ايه؟ ملاية، ملاية السرير، تلاقي كده حتة قماش كبيرة تفرشها على السرير، يسموها رياط. يبقى الرياط هي الملاءة. وعن أبي قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، قميصه الذي قبض فيه وحلة نجرانية. يعني قميص النبي لأنه غسل من فوق قميصه. فكأن سيدنا عبد الله بن عباس بين أن الأثواب السحولية كانت فوق القميص، لأن النبي لم يخلع عنه قميصه بل غسلوه داخل قميصه صلى الله عليه وسلم. لأن احنا عارفين إن لما بدأوا تغسيل النبي جاءهم هاتف نداء سمعوه ولم يروا مكان الصوت: لا تنزعوا عنه قميصه. نداء كده، فسابوا بقى القميص وغسلوه من فوق القميص صلى الله عليه وسلم. ايوه يعني صبوا الماء، يعني الواحد كانه لابس كده وصبوا الماء. القميص ده عباره عن ثوب خفيف خالص، قطن، بيبقى على الجسد مباشره زي الغيار الداخلي دلوقتي. عارف تشوفه زي الجماعه الصعايده النوبيين يلبسوه لحد دلوقتي في بيوتهم. السودانيين والنوبيين يلبسوه، تلاقي كده قماشه خفيفه وبيضه وقصيره الكم وقصيره الى نصف الساق ومفتوحه كده، يلبسها في بيتهم يبقى قاعد مرحرح. عارف يعني ايه مرحرح؟ يعني بلا قيود الثوب، يعني قاعد كده براحته، يعني مرحرح يعني براحته.
وفي في بتاع ده حاجه بياكلوها في الارياف، حاجه بتاع عيش مرحرح، عيش بيسموه مرحرح برضو كده، الكبير كده رفيع عشان مرحرح، يعني مش مضموم على بعضه زي الرغيف. الرغيف بقى مضموم على بعض، انما الثاني بقى سبوعه على راحته، فيقول لك مرحرح. اعرفوا كلام المصريين ده، مش انتوا عايشين بقى، احفظوا بقى الحاجات. يبقى يقول لك قاعد مرحرح، يعني ايه؟ يعني واخد راحته، مش لابس ثياب البيت وبراحته. انما الوقت انا كده مش قاعد مرحرح، لابس العمامه، لابس الداع، وقافل كده، وقاعد طبعا محترم بندي الدرس، مش كده برضه؟ بيبقى دي اسمها مش مرحرح. وعن ابي قال: باب ما جاء فيما يستحب من الكفن. قال محمد بن الصباح قال أنبأنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، فكفنوا فيها موتاكم والبسوها. يعني تلبسوها وانتوا أحياء وتكفنوا بها الموتى إذا ماتوا، البياض. ليه؟ لأنه من أنقى الثياب، حيث أنه يظهر فيه القذر سريعا والإسلام يحث على النظافة، فالبياض إيه؟ يتسخ مسرع ويبان أثر الإيه؟ القذرات فيه، فالأم الإنسان يغسله باستمرار وينظفه، يبقى نظيف على طول. يبقى البياض ثياب الموتى والأحياء سواء بسواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فكفنوا فيها موتاكم والبسوها، يعني في حال حياتكم. وعن أبي قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة ابن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة. الحلة اللي هو المكون من طبقتين، يعني يبقى الحلة كل ما كان مكون من طبقتين يسمى حلة. ليه؟ لأنه أستر للبدن، أستر للبدن، لبدن الميت، بدل ما تعملها طبقة واحدة وتلف بيها قد يظهر منه أثر بدنه، أو ما تكونش وافية أو شيء من هذا، أو تتفك بسرعة فيظهر عورته. فالأحسن تبقى حلة، علشان إيه؟ يعني تكون أوفى في تغطية البدن وتؤدي المهم. نجرانية نسبة لنجران برضو، مدينة الصنع، زي ما تقول لي انت جبت انا ايه جلابية صيني، وجبت مثلا صوف انجليزي، واخد بالك، وقطن مصري كده، يعني منسوبة لبلد الصنع. والحلة يبقى اقل الثوب ايه؟ اقل الافضل، اقل الافضل ثوبين، واقل المجزئ ثوب واحد، طبقه واحده. يبقى عندنا اقل المجزئ طبقه واحده، فاقل المجزئ، واقل الافضل ثوبان، والسنه ثلاثه، ويجوز الزياده بلا اسراف الى خمسه للرجل، وفي المراه ممكن تبقى سبعه كمان. ليه؟ لان المراه مطلوب فيها الستر اكثر من الرجل. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. يحسنه يعني إيه؟ يلفه كويس ويكون نظيف ويكون وافي، مستوعب الجسد كله، ويكون طبقات، وهكذا. ادي معنى يحسن كده. باب ما جاء في النظر الى الميت اذا ادرج في اكفانه. اللي بيسموها المصريين ايه؟ نظره الوداع. يقول لك عايز اشوفه قبل ما يتكفن، ما يدفن، اسمها نظره الوداع. النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه، يعني إذا لف في أكفانه. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة
قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو شيبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قبض إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم لو النبي من ماريا إبراهيم ده كان ابن النبي من ماريا والنبي صلى الله عليه وسلم مع يعلم أنه لن يعيش له ذكر لأنه لو عاش له ذكر يبقى نبي والنبي عارف أنه ختم الأنبياء فيبقى لن يعيش له ذكر إلى 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 حد الحلم هو يعلمها صلى الله عليه وسلم عشان كده قال إيه إبراهيم لو عاش لكان نبيا ولا نبي بعدي قال كده في حديث صلى الله عليه وسلم ومات عنده 17 شهرا ده سيدنا إبراهيم ابن نبينا كان عنده 17 شهر يعني ما كانش لسه فطم وعشان كده رسول الله بيقول له مرضعة في الجنة لما قبض إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تدربوه في أكفانه حتى أنظر إليه فهم منها بعض الفقهاء كراهة النظر بعد الإدراج في الكفن لأنه يقول قبل أن تدربوا يعني قبل أن تكفنوا فقالوا بعض الفقهاء قالوا لا يجوز النظر بها لكن النبي أراد ذلك حتى لا يتكلفوا فك الكفن بعد لف بس لكن يجوز النظر للميت سواء أدرج قبل إدراجه أو بعد إدراجه فيش كراهة لكن النبي أراد أن يراه قبل إدراجه حتى لا يكلفهم مؤنة فك الكفن مرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تدربوه في أكفانه حتى أنظر إليه فأتاه فانكب عليه وبكى صلى الله عليه وسلم بكاء رحمة مش اعتراض على قدر الله لأن الأنبياء منزهة عن ذلك باب ما جاء في النهي عن النعي هو مات خلاص الحمد لله الميت النعي وهو الإعلان والإخبار بوفاة بوفاة إنسان يبقى النعي والإخبار بوفاة إنسان أن النعي ده بسكون العين كده طب ولو كسرنا العين النعي يبقى هو أصلا الميت نفسه النعي هو الميت هو المنعي يعني يبقى لو كسرنا العين بقت النعي هو الميت والنعي هو الإخبار بوفاة هذا الميت يبقى النعي الإخبار بوفاة النعي سهلة؟ وعن أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى قال كان حذيفة إذا مات له الميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي ينهي عن النعي إما الكراهة أو للتحريم النهي عن النعي نفسه يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم ويحتمل الإباحة ومع الإباحة قد يحتمل الاستحباب لماذا؟ لأن النبي نهى عن النعي ونعى هو نفسه نعى يبقى لازم أفهم بقى يبقى في نهي مباح في نعي منهي عنه في نهي مباح لأن النبي نعى النجاشي لما ما مش كده برضو يبقى ازاي بقى هو ينعي وبعدين ينهى عن النعي اكيد بينهى عن النعي المخصوص مش اي نعي مش اي اخبار بوفاة انسان خدت بالك النبي ايضا نعى زيد ابن ايه ابن حارث في غزوة مؤتة مش كده برضو كان قاعد في المدينة وبيوصل غزوة مؤتة نعى زيد ونعى جعفر ونعى عبد الله بن رواح الله يبقى النبي نعه والنعي هو الإخبار بوفاة إنسان مش كده برضو يبقى النبي نهى عن النعي ونعى يبقى لابد أفهم بقى النهي على أي وجه فالراجح أن النهي يكون من أجل المفاخرة إن كان الإخبار بوفاة إنسان من أجل المفاخرة حتى يكسر الجمع ويتفاخر يبقى دي مكروه وإن كان بطريقة الجاهلية يعني بالنياحة والصوات يبقى حرام وإن كان من أجل إخبار الأقارب والصالحين لحضور الصلاة فهو مستحب مباح ومستحب واضح؟
يبقى يحمل النهي عن النعي لو كان على طريقة المفاخرة ويكون مكروه، أو على طريقة أهل الجاهلية بالنياحة فيكون حراما. أما إن كان من أجل إخبار الصالحين للحضور لصلاة الجنازة واتباع الجنازة وكذلك الأقارب ليقوموا بحق الميت من تغسيل وتكفين وغير ذلك فلا بأس. لكن سيدنا حذيفة كان متصور أن النهي على الإطلاق، لدرجة قرايبه وموته ما رضاش يقول لحد. فهمها كده سيدنا حذيفة من باب الورع بقى. يبقى سيدنا حذيفة بن اليمان أطلقها من باب الورع والاحتياط، لكن ليس الأمر على ذلك، بدليل أن النبي نعى ونهى عن النعي، فلا بد أن نفهم يبقى في نعي مخصوص كما وضحنا. يبقى في بعض الصحابة كانت تاخد بظاهر اللفظ ما يجراش حاجة، ده طريقة فهم برضو للنصوص. باب ما جاء في شهود الجنائز. شهود الجنازة اللي هي يعني إيه؟ لما يحملوا الميت ويذهبوا به إلى المقبرة، دي اسمها شهود الجنائز. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والنعي الوقت في زماننا بيكتبوه في الجرائد، مش كده برضو؟ صفحة الوفيات. فلا بأس إن كان بغرض إعلام الناس، لأنه مثلا أقاربه ناس كتير وفي أماكن متفرقة، فلما يكتبوا في الجورنال هو كله هيقراه، ويأخر كمان لتاني يوم علشان تكون الناس قرت بيقوم يحضروا الجنازة والصلاة، لا بأس ما لم يحدث تغير في إيه فيها. لكن أما ينعي بقى ما يكتبش بقى صفحة كاملة بقى زي ما بيعملوا الجماعة الأغنياء ويتباهوا، دي اسمها مباهاة لأنه فيها إسراف. يبقى يعني يكفي أنه هو خبر كده: توفي فلان ابن فلان ابن فلان، والد فلان يقولوا أبناؤه، واخد بالك ازاي، ويقولوا أباؤه وإخواته، وكفاية على كده، ادي كفاية. لا ده بيتباهوا بقى، وكمان العيلة تزعل ليه ما كتبتونيش، ويبقى الراجل ميت وقاعدين يتخانقوا، هو أنا يعني نكرة في العيلة ما تكتبونيش؟ مش بتحصل الحاجات دي وتبقى نكرة، فما فيش داعي لهذه. اهو ده بقى النعي المنهي عنه، اللي هي المباهاه بالاسر والعائلات وكبر الايه العيله وكثره الايه الحواشي والاحباب، ما ينفع. وطريقه نفس الاعلان ما تبقاش مكلفه، يعملها منشط كبير ومنشط عريض وياخد صفحتين، ما ينفعش. انت لو تكتبها كده فقره بسيطه وبقيه المال اللي هتعمل فيه النعي هتصدق بيه على الميت احسن، مش كده برضه؟ فيبقى برضه النعي الحالي ده في الجرائد قد يأخذ صورة مباحة، وقد يأخذ صورة مكروهة، وقد يأخذ صورة محرمة. النعي في الجرائد، فهمت بقى ازاي؟ ايه؟ هو الأحسن يبقى النعي علشان حضور الجنازة والصلاة أصلا. يعني النعي الهدف منه تكثير المصلين وحضور الصالحين للاستغفار للميت. لما بتعمل انت النعي بعد ما تكون علشان يجوا يسلموا عليك بالليل، ما حاجة مش وحشة برضه، بس ده مصلحتك انت عشان الناس تواسيك، لكن الميت مصلحته ان يتصلى عليه الناس تيجي، فاهم؟ فالأحسن يتكتب النعي ده يعني في الجورنال ويأخروا الدفن لحد ما الناس تكون عرفت. والوقت في وسائل أخرى غير الجورنال، بدل ما يستنى لتاني يوم بالمسج، بيبعت مسج على المحمول، واخد بالك، خلاص انتهيت. يقعد كده ويكتب مسج واحدة وعنده بقى جميع أرقام قرايبه، يقول أول فور أول، روح طلع للكل مرة واحدة، كل عرف.
وخد بالك اول ما الناس تعرف بتعرف بعضها بقى، كل واحد بيعرف 10 20. بص تلاقي الناس اجتمعت ايه، كل دول يصلوا على الميت. واضح؟ لان كثره الجمع والصلاه على الميت لمصلحه الميت، انما الاعلان اللي بيعملوه دلوقتي لمصلحه الحي علشان يجي ويتباهى، وان جالنا مندوب رئيس الجمهوريه وجالنا مش عارف مين عضو ايه وجالنا الوزير الفلاني وجالنا، كلها مباهات ما يصحش يعني. المسلم شرفه في ايمانه اصلا، الحقيقه كده شرف المسلم في ايمانه، والناس اهتمت بالتدين اكتر ما اهتمت بالايمان. يعني بمراسم التدين يلبس العمه ازاي، الربيه ازاي، طيب ازاي، وقلبه مليان شبهات ومليان قاذورات، لكن اهتم بمظاهر التدين ولم يهتم بالايمان اللي هو في القلب اللي هو نظر ربنا. فهمت بقى؟ وعلشان كده اول ما تيجي شبهه ينقلبوا على عقبه، لان اهتم بالتدين ولم يهتم بايه؟ بالايمان. زي مين؟ انتوا عارفين، مش هقول لكم. فلازم الانسان يهتم بالايمان لان ربنا نظره للقلب اصلا، وفي نفس الوقت لا يغفل عن المظهر. المظهر كويس بس ما تبقاش هي مظاهر بس، يبقى قلبه برضه حمران بالايمان، مش من جوه زي ما بيقول الدكتور علي جمعه، من جوه من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. هو الدكتور علي جمعه كان ليه كده كلام لطيف يعني، يقول لك ومن بره رخام ومن جوه سخام، مش كده برضه ما يصحش يعني. لازم يبقى زي ما هو من بره حلو، يبقى لازم من جوه أحلى. باب ما جاء في شهود الجنائز. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يبقى أسرعوا بالجنازة حال حملكم للجنازة، لأن بيقول إيه عن رقابكم، يبقى بيتكلم على حال الحمل. ولكن بغير دبيب، بغير إيه؟ دبيب، يعني ما يمشيش يدب كده يدب يدب يرج الميت زي ما بيعملوا بعض الناس الجهلة، لا. يعني إسراع كده مناسب بدون ما يبقى فيه دبيب ولا رجرجة للميت حتى لا يخرج منه أي ملوثات تلوث كفنه بعدما كان نظيفا، فلا يصح الصلاة عليه لعدم طهارة كفنه. فهمت؟ وساعتها مش هيصلوا عليه، يدعوا له بس طالما تلوث الكفن، والا هينزلوه تاني ويحطوا له كفن تاني ويغسلوه تاني، مش هنخلص بقى، عايزين ندفن غيره. فيبقى ما فيش داعي ان هم يرجرجوا ويقول لك اه النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا، يعني تاخدها يعني تجري. يبقى ايه السرعه الايه المناسبه عرفا يعني. فخير تقدمونها إليه، لأن الإيه الإنسان الصالح بيبقى ما ينتظره خير، لدرجة هو بيقول لهم إيه يعني قدموني قدموني، من كتر ما هو شايف إيه إن أهل البرازخ بترحب بيه والملائكة محيطة بيه بتحث بيه وربنا راضي عنه، فبيبقى فرحان وهو مقبل على قبره كالعروس وهي مقبلة على بيت الزوجية ويمكن أكتر. وإن تكن غير ذلك، ولو هي وحشة اخلصوا منها بقى، فلن تضعونه على إيه عن رقابكم، لأنها بتقول يا بتقول إيه يا ويلها، مش كده برضو؟ ده أول ما تشوف بقى اللي مستنيها من العذاب الأليم، ربنا ينجينا. وعنه به قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. يعني من السنة أنك تشارك في حمل الإيه في الجنازة، تشارك ولو جانب من الجوانب. وردت أحاديث ضعيفة
انها تكفر له 70 كبيرة. بس ده حديث ضعيف نص عنه الامام السيوطي اللي هو من حمل جنازة يعني كفر عنه 70 ايه كبيرة، يعني كل الكبائر يعني، والسبعين هنا لا عبرة باللفظ يعني كل كبائره يعني. بس هذا الحديث ضعيف الاسناد نص عليه السيوطي، لكن لا شك ان فيها ثواب كبير. ايه؟ اخفاه الله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبيد بن عقيل قال حدثنا بشر بن ثابت قال حدثنا شعبة عن ليث عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جنازة يسرعون بها، قال لتكن عليكم السكينة. بيسرعوا بها بطريقة فيها إيه؟ فيها خضخضة للميت. خضخضة يعني إيه؟ دبيب للميت. هنا قال لهم عليكم بالسكينة. وعن أبي قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ركبانا على دوابهم في جنازة، فقال ألا تستحيون أن ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم ركبان؟ حديث ده ضعيف الإسناد، ولكن الأدب المشي في الجنازة عن الركوب إلا أن تكون في مسافة بعيدة فلو أن يركب، إذا كانت في مسافات بعيدة. إنما لو المسافة ليست بعيدة وعنده القدرة على المشي يبقى المشي أفضل لا شك في ذلك. أما الركوب فجائز لأهل الأعذار، فإن ركب يبقى خلف الإيه الماشين، يبقى خلف الماشين. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية قال حدثنا زياد بن جبير بن حية أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراكب خلف الجنازة والماشي منها حيث شاء. يبقى الراكب يبقى خلف الجنازة ورا خالص يعني، والماشي منها حيث شاء يعني إما يتقدم على الجنازة أو جانبي الجنازة أو خلف الجنازة، ده الماشي. يبقى الماشي له أن يمشي أمامها أو خلفها أو حواليها، وعند الأحناف خلف الجنازة أفضل، وعند المالكية والشافعية أمام الجنازة أفضل، والراجح أنه في أي مكان جائز على حسب ما يتيسر، لكن اختيار الشافعية يتقدم الجنازة ماشيا، وعند الشافعية والمالكية وكذا، وعند الأحناف يبقى خلفها أفضل، لأن الحديث اتباع الجنائز، واتباع الجنائز يقتضي أن تكون خلفها، وأنك إذا اتبعتها ومشيت خلفها يكون برضو إيه تساعد وتعاون في حملها وتراقب الحمل، تقدر أنك أنت تساعد فيه. فعلى أي حال الأمر واسع، تمشي أمامها تمشي خلفها تمشي جانبها يمينها شمالها كله حلو، بس امشي وساهم في ايه في هذا، لان ده من حق المسلمين. باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. وعن أبي قال حدثنا، والمشي أمام الجنازة ده اختيار مين؟ الشافعية والمالكية. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وعن أبيه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أنبأنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا عبد الواحد ابن زياد عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة الحنفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس منا من تقدمها. وعن أبي قال باب ما جاء في النهي عن التسلب مع الجنازة.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرني عمرو بن النعمان قال حدثنا علي بن الحزور علي بن الحزور عن نفيع عن عمران بن الحصين وأبي برزة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل الجاهلية تأخذون أو بصنع الجاهلية تشبهون لقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم قال فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك يعني تخرج في ثيابك المعتادة تشيع الجنازة كانوا الجاهلية بقى يخرجوا في ثياب البيت يعني ملهوفين يخرجوا في ثياب البيت كده وحافيين ويمشي كده يعني زعلانين يعني انه يسلب نفسه من ثيابه يعني بس الحديث ده ضعيف الاسناد هذا الحديث ضعيف الاسناد لكن المقصد الحكم ان الانسان يخرج بثياب معتادة ولا يخرج بثياب لا تليق بزمانه ولا بمكانه ليدلل للناس انه يعني في مصيبة شديدة وانه لا يتحمل هلاء المسلم عنده الموت يعني ليس بهذه الصورة وان كان هو مصيبة للشك لكن ايمانه يخفف هذه المصيبة عليه ويجعله راضيا بقضاء الله معتمدا على الله متوكلا على الله فكلما كان الانسان عنده ايمان بالله كلما كان وقع الموت على قلبه يعني فيه نوع تيسير وتخفيف لان اصلا الانسان يعلم ان الموت المسلم خير له على كل حال ان كان صالحا فلخير تقدمه وان كان سيئا فلقلة سيئات بدل ما كان عايش في المظالم او الحمد لله مات واستريح بدل ما كان تكثر مظالمه فان الموت خير على كل حال أي تفضل هل في الإسلام لو امرأة توفي عنه زوجها يعني هل عليها أن تلبس الأسود؟ هيجي باب الإحداث طبعا تلبس الإحداث مش شرط اللون يعني أي لون ليس فيه زينة والعرف خلاه أسود العرف هو اللي خلاه أسود لكن افرض في بعض البلاد عندهم على الميت يلبسوا لون رمادي مفيش بقى تلبس الرمادي يلبسوا لون ازرق ما يقدرش حاجه يلبس. المهم ما يبقاش ما تلبس احمر قاني ولا مزركش وورد تبقى فرحانه في انه مات يعني ايه لازم تترك الزينه يعني ونقف على باب ما جاء في الجنازه لا تؤخر اذا حضرت ولا تتبع بنار غدا ان شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يسر امورنا يسر عيوبنا بلغنا مما يرضيك املنا ووفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزياره النبي عليه الصلاه والسلام هذا العام وكل عام واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت انك على من تشاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك كما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكرمكم.